وسهلا فيكم، بنرحب فيكم بالمشاهدين، بنرحب بالحضور الكريم وأيضا بالطلبة الأعزاء. للموسم السادس على التوالي تنطلق مسابقة المعرفة الوطنية التي تنظم بالشراكة مع مؤسسة ياسر عرفات ووزارة التربية والتعليم في متحف ياسر عرفات. هذه المسابقة التي تحتضن القضية الفلسطينية وحياة الشهيد القائد ياسر عرفات، وهدفها هي زيادة الوعي وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية الفلسطينية للأجيال الصاعدة. مشاهدينا، في الحلقة الأولى من الموسم السادس دعونا نتذكر سويا يعني كيف كان الموسم الخامس. الموسم الخامس حصل على المركز الأول مدرسة ذكور الظاهرية الثانوية في مديرية تربية جنوب الخليل، ولكن هذه المرة من سيكون الفائز؟ من سيكون الأدق والأسرع؟ أمامنا عدد من الحلقات طبعا التي سيتنافس فيها طلبة الصف العاشر من المدارس المؤهلة من مختلف محافظات الوطن على أسئلة نصية وصور ومقاطع فيديو تختص أيضا بالقضية الفلسطينية، وهذه المعلومات هي معلومات وطنية ثقافية وأيضا عن تفاصيل يعرضها متحف ياسر عرفات. مرة أخرى نرحب بضيوفنا الدكتور أحمد صبح، ممثلين طبعا مؤسسة ياسر عرفات، مدير عام مؤسسة ياسر عرفات، ومن وزارة التربية والتعليم الوكيل المساعد للشؤون الطلابية السيد صادق القطور. أهلا وسهلا فيكم بالحضور الكريم، وخلينا هلأ نرحب بالطلبة اللي معنا. ثلاث مدارس إن شاء الله رح يتنافسوا في الحلقة الأولى في الموسم السادس. خلينا نتعرف على المدارس. في البداية نتعرف على البنات جنصفوت الثانوية، مدرسة بنات جنصفوت الثانوية، نتعرف على أسماءكم. ربا يوسف. أهلا وسهلا. مي باسل. جنى عبد الله. ومين رح تكون المتحدثة؟ أنا مي باسل. أهلا وسهلا فيك يا مي، إن شاء الله بالتوفيق. ومدرسة قصرة الثانوية للبنات من جنوب نابلس. فرح محمد حسن. ليان مراد أبو ردي. إيناس باسم عودي. أهلا وسهلا. والحاجة رشدة المصري الثانوية للبنات من نابلس. فرح حسين. لطيفة الصوص. يعرى أشقر. أهلا وسهلا فيكم. طبعا يعني صحيح إحنا هلأ تعرفنا على الطلبة، ولكن ضروري نذكر إنه في الموسم السادس أصبح بإمكانكم مشاهدينا والحضور الكريم أيضا المشاركة في مسابقة المعرفة الوطنية. يعني مش بس الطلبة اليوم مشاركين، لا كمان الحضور والمشاهدين. كيف رح تكون المشاركة؟ هلأ رح نحكي لكم. يعني هذا الموسم أصبح طبعا بإمكانكم المشاركة في مسابقة المعرفة الوطنية من خلال سؤال سيتم طرحه على الحضور، وطبعا رح يكون هناك مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة رح يكون في عندكم QR كود انتم بتقدروا تعملوا له سكان من خلال هواتفكم، وبهيك بتقدروا انكم تختاروا الإجابة الصحيحة. طبعا رح نطرح السؤال عليكم يعني خلال الحلقة، وأيضا المشاهدين يعني من منازلكم أو من أماكن تواجدكم عند حضوركم للحلقة رح يكون في رابط لمؤسسة ياسر عرفات بإمكانكم الدخول عليه ومن خلاله الإجابة. رح يتم فتح باب يعني طبعا اختيار الأسئلة ومشاهدة السؤال واختياره يوم الجمعة، وسيكون لديكم 12 ساعة كاملة للإجابة عن الأسئلة، وبالتالي سيتم الإعلان عن الفائزين يعني في بداية كل حلقة إن شاء الله. خلينا نبلش في المسابقة. أهلا وسهلا فيكم طلابنا كمان مرة. جاهزين؟ كيف النفسية؟ درسين منيح؟ محضرين منيح؟ أكيد نرجع نحكي يعني هذه المسابقة هي هدفها الأساسي هي طبعا تنمية المعرفة الوطنية وتعزيز الهوية الفلسطينية خصوصا للأجيال الشابة الصاعدة. إحنا بنحكي عن طلبة الصف العاشر من المدارس المؤهلة من مختلف محافظات الوطن، ومعنا المدارس الثلاث اليوم اللي مشاركين معنا. بدنا نرجع نحكي شوية عن القوانين. طبعا رح يكون في عنا 8 أسئلة، كل مدرسة رح يتم التوجيه لها 8 أسئلة، كل سؤال رح يكون فيه له 4 إجابات رح يطلع عندكم على الجهاز اللي أمامكم. لازم أنتوا تنتبهوا للوقت لأنه كل سؤال فيه له وقت محدد، 4 خيارات، إجابة واحدة فقط هي الصحيحة. في بعض الأحيان رح يكون في صور، في بعض الأحيان رح يكون في فيديوهات. جاهزين؟ 5 علامات على الإجابة الصحيحة، إن ما كان هناك أي إجابة ما رح ينقص من رصيدكم، رح تضلها الإجابة مثل ما هي. يلا بسم الله نبلش. ومشاهدينا الآن إلى أول حلقات الموسم السادس، والسؤال الأول مع مدرسة بنات جنصفوت الثانوية من قلقيلية. بدنا نتمنى لكم التوفيق. نسمع هيك تشجيع شوية من المشاهدين.
يلا نبلش الدور الكريم والسؤال الأول. السؤال أمامكم على الشاشة. ولد في يافا من مؤسسي حركة فتح، قائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير وحركة فتح لفترة طويلة. اغتيل على يد أحد أفراد جماعة أبو نضال الإرهابية الفلسطينية في تونس. الخيارات أمامكم على الشاشة: هايل عبد الحميد أبو الهول، أبو محمد العمري، كمال ناصر، أو صلاح خلف أبو إياد. الإجابة رقم 4 صلاح خلف. متأكدين؟ إن شاء الله. إجابة خلص نعتمدها؟ إن شاء الله. اخترتوا الإجابة رقم 4. خلينا نشوف مع بعض أول سؤال لمدرسة بنات جنصفوت الثانوية، هل إجابتهم كانت صحيحة أو لا؟ وخلينا ننتظر لنشوف الإجابة، هل هي صحيحة أم لا؟ وأول إجابة إجابة صحيحة فعلاً، يعني تمكنتوا من الإجابة على أول سؤال. ونريد يعني أن نشير بالذكر أنه أحيت مؤسسة ياسر عرفات في العام الماضي بتاريخ 31/8 في عام 2022 ذكرى ميلاد القائد الوطني الكبير صلاح أبو خلف، صلاح خلف أبو إياد، أحد مؤسسي وقادة حركة فتح ضمن برنامج في الذاكرة الوطنية. إجابة صحيحة، برافو عليكم صبايا، يعني بنتمنى هلا التوفيق لبنات قصرة الثانوية للبنات من جنوب نابلس. خلينا نحييهم. أول 5 علامات كانت للمدرسة اللي جنبكم، بنات جنصفوت الثانوية. هلا العيون عليكم، جاهزين؟ أسمع الصوت أكثر، جاهزين؟ جاهزين. يلا إن شاء الله على نفس النمط مكملين. والسؤال الأول لكم بيقول: ولد في مدينة اللد من أبرز مؤسسي حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لقب بالحكيم حكيم الثورة الفلسطينية، شغل منصب الأمين العام للجبهة الشعبية منذ تأسيسها عام 1967 حتى تنحيه. الخيارات: أبو علي مصطفى، نايف حواتمي، جورج حبش، إدوارد سعيد. معكم لسه وقت لتفكروا. معكم 30 ثانية. جورج حبش. جورج حبش. الخيار الثالث جورج حبش. وفعلا إجابة صحيحة. والآن مشاهدينا السؤال الأول لمدرسة الحاجة رشدة المصري الثانوية للبنات من محافظة نابلس. والسؤال بيقول: ولد في حيفا أحد مؤسسي وقادة حركة فتح، شغل عضوية لجنتها المركزية، عمل مفوضا للتعبئة والتنظيم، تولى منصب رئيس الدائرة السياسية الفلسطينية، انتخب رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الفلسطيني، وتوفي في المغرب. هايل عبد الحميد، خالد الحسن، صلاح خلف، فاروق قدومي. رقم 2. رقم 2. خالد الحسن، اخترتوا الإجابة الثاني. وخلينا نشوف إجابتكم. فعلا إجابة صحيحة، كمان سؤال صحيح وإجابة صحيحة لمدرسة الحاجة رشدة المصري الثانوية للبنات. طبعا مشاهدينا يعني أيضا مؤسسة ياسر عرفات في العام الماضي عام 2022 أحيت ذكرى ميلاد القائد الوطني الراحل خالد الحسن بمتحف ياسر عرفات تكريما وتخليدا له ولقادة ومناضلين نذروا حياتهم لفلسطين ورافقوا ياسر عرفات في مسيرة الثورة والكفاح. يعني هذه من بعض المعلومات اللي احنا دائما بنحب انه احنا نشارككم فيها خلال هذه المسابقة. ويعني خلصنا هلا السؤال الأول، إجابات صحيحة. جاهزين للسؤال الثاني؟ مين هلا رح يجيب كمان 5 علامات؟ هلأ رح نشوف. رح نرجع لبنات لمدرسة بنات جنصفوت الثانوية من قلقيلية. والسؤال على الشاشة: ونصنع الأطفال جيلا ثائرا وراء جيل، كأننا 20 مستحيل. قيل هذا البيت بمناسبة معركة الكرامة، أحداث النفق، يوم الأرض، أو الانتفاضة الأولى. الجواب رقم 3 يوم الأرض.
معكم 40 ثانية. متأكدين من إجابتكم؟ إن شاء الله. الإجابة رقم 3 يوم الأرض. وخلينا نأكد ونشوف الإجابة. فعلاً إجابة صحيحة، يعني كمان سؤال لمدرسة بنات جن صفوت الثانوية من قلقيلية. يعطيكم العافية، برافو، حاضرين منيح. إلى قصر الثانوية للبنات جنوب نابلس. يلا السؤال على الشاشة. والناس ما همها ضيق ولا عوز، فالكل راح يلبي داعي الجود. قيل هذا البيت بمناسبة النكبة في عام 1948، ثورة 1936، النكسة في عام 1967، أو حرب لبنان عام 1982. بدنا هدوء. الإجابة رقم واحد عام 1948. رقم واحد، اخترتوا الإجابة رقم واحد في عام النكبة عام 1948. الإجابة الصحيحة هي في ثورة عام 1936. مش مشكلة، لسه أمامنا كمان عدد من الأسئلة، إحنا لساتنا في السؤال الثاني، لسه في معنا كمان 6 أسئلة. تمام؟ حفظتوا على الخمس علامات؟ موجودين عندكم لسه. إلى مدرسة الحاجة رشدة المصري الثانوية للبنات من نابلس، وعلى نفس النمط مكملين. تمام؟ جاهزين؟ يلا. السؤال بيقول: احكي عن شاة لم تحلب، عن عجنة أم ما خبزت. قيل هذا البيت بمناسبة الانتفاضة الأولى عام 1987، حرب أكتوبر عام 1973، النكبة عام 1948، أو النكسة عام 1967. رقم ثلاثة. نتروى شوي، معنا وقت. إجابة رقم ثلاثة، اخترنا. إجابة رقم ثلاثة. والسؤال التالي لمدرسة الحاجة رشدة المصري الثانوية للبنات، نشوف الإجابة. إجابة صحيحة، برافو. خلصنا أول سؤالين من مسابقة المعرفة الوطنية، يعني في الحلقة الأولى. شوي هلأ بلشوا ترتاحوا أكتر، بلشوا تعرفوا كيف نمط المسابقة. تمام، لسه يعني مدرسة قصر ثانوية للبنات لسه أمامنا كمان 6 أسئلة. مش مشكلة، هلأ ممكن كمان تاخدوا فرصة وتاخدوا كمان 5 علامات، ولكن بدنا نرجع عند بنات جن صفوت الثانوية من قلقيلية والسؤال الثالث. هلأ شوفوا، رح نروح لمجموعة من الصور. تمام، وعلى هذا الأساس إحنا راح نطرح هذا السؤال. انتبهوا عندكم على الجهاز، بدنا هدوء لأنه الصوت بنسمع. راح نشوف هلأ صور راح يتم عرضها على الشاشة وعلى الجهاز عندكم. أي من الصور الآتية تشير إلى توقيع إعلان واشنطن لإنهاء حالة العداء بين الأردن وإسرائيل عام 1994؟ ممكن تراجع الصور؟ الصور عندكم ظاهرة؟ الصورة الأولى، الثانية، الثالثة أو الرابعة؟ الصورة الرابعة. الصورة الرابعة، اخترت الصورة الرابعة. والسؤال الثالث لمدرسة بنات جن صفوت الثانوية من قلقيلية، كمان إجابة صحيحة، 15 علامة. صار عندكم وصار مجموعكم 15. جاهزين؟ إلى السؤال الثاني. العيون عليكم، بس بنفس الوقت احنا دائما بنحكي انه هدفنا يعني تعزيز الوعي في هذه المسابقة، نفحص قديش انتم في عندكم معلومات عن القضية الفلسطينية وايضا كل ما يحاكي يعني متحف ياسر عرفات وكل ما يحتويه. على نفس النمط برضو مكملين،
صورة راح تظهر لكم أو بعض من الصور، وأنتوا راح تختاروا الصورة اللي بتشوفوها الصحيحة للسؤال. أي من الصور الآتية تظهر الباهي الأدغم رئيس وزراء تونس وقائد الوساطة العربية بين الجانبين الفلسطيني والأردني عام 1970؟ أي صورة برأيكم؟ شوي شوي، لسه في معنا وقت، نركز بالتفاصيل نشوفها. الصورة عندكم؟ الصورة رقم واحد. الصورة الأولى. اخترت الصورة الأولى وأكدت عليها، وخلينا نشوف السؤال الثالث. إجابة صحيحة، ممتاز. الحاجة رشدة المصري، الثانوية للبنات من نابلس، معاكم الآن 10 علامات. في حال جبتوا كمان أو أجبتوا إجابة صحيحة رح يصير مجموع علاماتكم 15، وبالتالي رح تتساووا مع بنات جنس صفوت الثانوية. تمام؟ السؤال الثالث كيف رح تجاوبوا عليه؟ هلأ رح نشوف. واحدة من الصور الآتية يظهر فيها زهير محسن زعيم منظمة الصاعقة خلال الدورة 12 للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة. أي من الصور تختاروا؟ معنا وقت. الإجابة الصورة الثالثة. الصورة الثالثة. أكدتوا على الإجابة من عندكم؟ اخترتوا الصورة الثالثة لهذا السؤال، وخلينا نشوف. دائما نركز على التفاصيل وندقق أكثر. للأسف الشديد الإجابة كانت خاطئة. الإجابة الصحيحة هي كانت الصورة الرابعة، أو الصورة الصحيحة هي الصورة الرابعة. مش مشكلة، أمامنا كمان بعض من الأسئلة. جاهزين لإلها؟ إن شاء الله. إحنا هلأ عمالنا منعد على التنازلي. نروح للسؤال الرابع. الدور لعندكم بنات جنس صفوت الثانوية من قلقيلية. رح نترك هلأ الصور، رح نرجع للأسئلة اللي بتحتاج لدقة عالية وتركيز كبير. بدنا ننتبه كتير منيح. والسؤال بيقول: الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين. فرنسا، بريطانيا، الصين، ألمانيا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أو ألمانيا، الصين، اليابان، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أو الصين، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا وفرنسا. الإجابة رقم واحد: بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا والصين. الإجابة رقم واحد نختار، واخترت وطلعت عندي الإجابة، ونشوف شو رح تطلع الإجابة. فعلا إجابة صحيحة. السؤال الرابع أجبتوا عليه إجابة كمان صحيحة، وبالتالي مجموع علاماتكم 20. جاهزين؟ يلا هلأ بدنا نركز أكتر لحتى كمان إن شاء الله منجيب كمان 5 علامات. السؤال صار عندكم على الشاشة. في الحرب العالمية الأولى تكونت قوى المركز بشكل رئيسي من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان، أو النمسا وإيطاليا وألمانيا، أو ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية العثمانية، أو فرنسا ويوغوسلافيا والهند. أي إجابة؟ الإجابة رقم 3، ألمانيا والإمبراطورية النمساوية والإمبراطورية العثمانية. خلينا نشوف برأي المشاهدين والحضور، إجابة صحيحة ولا لا؟ إذا إجابة صحيحة خلنا نزقف لهم. فعلا إجابة صحيحة، يعني هاي كمان هيك رجعنا بنشاط أكتر
وهلأ هيك بصير المجموع 15 علامة. وهلأ عندكم تشجيع كمان من الحضور. السؤال ظهر على الشاشة. الدول التي وقعت على ميثاق إنشاء جامعة الدول العربية في العام 1945 هي الجزائر، اليمن، سوريا، العراق، مصر، السعودية، أو اليمن، مصر، العراق، شرق الأردن، أو المغرب، اليمن، سوريا، العراق، مصر، السعودية، أو لبنان، السعودية، مصر، شرق الأردن، اليمن، العراق، سوريا. أربع خيارات ولكن إجابة واحدة فقط هي الصحيحة. نركز أكثر، معنا 20 ثانية بس بنفس الوقت انتبه للوقت. إجابة رقم 4. وأكدت على الإجابة رقم 4. وخلينا نشوف هل رح يكسبوا معنا كمان 5 علامات مدرسة الحاجة رشدة المصري الثانوية للبنات؟ فعلا 5 علامات إضافية وبالتالي صار المجموع 15. ومشاهدينا يعني خلصنا النصف الأول من المسابقة، يعني 4 أسئلة والعلامات مثل ما أنتم شايفين. بنات جنصفوت الثانوية قلقيلية حصلت على 20 علامة، بنات قصرة الثانوية للبنات جنوب نابلس حصلوا على 15 علامة، والحاجة رشدة المصري الثانوية للبنات من نابلس كمان 15 علامة. خلينا هلأ نعطيهم هيك مجال ونعطيهم شوية راحة، وهلأ بدنا نتوجه إحنا للحضور الكريم. نرحب فيكم كمان مرة، أهلا وسهلا فيكم في مسابقة المعرفة الوطنية، يعني للموسم السادس لأول مرة حبينا إنه إحنا نوسع المعرفة ونوسع المعرفة الوطنية، وهذه المرة من خلال يعني طرح أسئلة للحضور. فمثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، في سؤال بتقدروا إنه أنتوا هلأ تجيبوا عليه من خلال فتح التليفون، وبتقدروا إنه من خلال الكاميرا تعملوا سكان للكيو ار كود اللي موجود امامكم، والسؤال راح يطلع عندكم كالتالي. ولد في مدينة الرملة قائد وطني من مؤسسي حركة فتح وواحد من اهم قادتها وجناحها المسلح، كان نائبا للقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية. والاجابات الرابعة او الاجابات الاربعة هي كمال ناصر، خليل الوزير أبو جهاد، وليد نمر أبو علي إياد، أو صلاح خلف أبو إياد. إجابة واحدة فقط هي الصحيحة. معكم 5 دقائق من هلأ بتقدروا أنكم تجاوبوا على السؤال. طبعا إحنا رح نعلن يعني مشاهدينا والحضور الكريم عن الفائز في هذا السؤال الموجه لإلكم خلال الحلقة إن شاء الله. لهيك معكم 5 دقائق بتقدروا أنكم تجيبوا مثل ما حكينا، في هناك 4 إجابات، إجابة واحدة فقط هي الصحيحة. أخذوا نفس هلأ الصبايا هون، وبدنا نرجع لنكمل مسابقة المعرفة الوطنية. كيف الهمة؟ مع هالراحة هلأ تمام؟ متأكدين؟ نبلش؟ يلا نكمل. والآن مع بنات جنصفوت الثانوية من قلقيلية اللي قدروا يحصلوا على 4 إجابات صحيحة و4 علامات، وبالتالي صار هناك مجموع علاماتهم 20 علامة. الآن بدنا نروح لسؤال جديد، والسؤال بيقول قرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980 يدعو في فقرة حكومة وشعب إسرائيل إلى إزالة المستعمرات القائمة وإقامة وبناء وتخطيط المستعمرات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، أو تركيز البناء داخل المستعمرات الاستيطانية القائمة في الضفة الغربية وعدم البناء في القدس الغربية، أو البناء بشكل متساوي للمواطنين الفلسطينيين والمستعمرين اليهود في كل فلسطين التاريخية، أو عدم بناء أي مستعمرات جديدة في قطاع غزة والاكتفاء هي إزالة المستعمرات القائمة وإيقاف إقامة وبناء وتخطيط المستعمرات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 في بما فيها القدس. اخترتوا الإجابة الأولى وما رح نطول عليكم.
كيفكم انه كمان اجابه صحيحه، وبالتالي مجموع علاماتكم 25 علامه، يعني 5 اسئله صحيحه. بنات قصره الثانويه للبنات جنوب نابلس، جاهزين؟ السؤال الخامس، قرار تقسيم فلسطين الى دولتين عربيه ويهوديه صدر عن عصبه الامم عام 1945، مجلس الأمن الدولي عام 1947، الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، أو محكمة العدل الدولية عام 1947. معنا 35 ثانية، نتروى شوي شوي بحذر، نركز، وبعد ما نكون متأكدين نضغط على الإجابة الصحيحة من خلال الجهاز اللي أمامكم. الإجابة رقم 3. الإجابة رقم 3. خلينا نشوف مع بعض. اخترتوا فعلا إجابة صحيحة، الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، وبالفعل يعني هذا الذي كان يدعو إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين، يعني الأولى عربية على مساحة 42.88 من الأراضي، يعني قرار 1-8-1 هذا هو القرار، والأراضي الثانية هي بمساحة 56.47 وهي للأسف المساحة يعني المساحة اليهودية. الآن ننتقل إلى مدرسة الحاجة رشدة المصري الثانوية للبنات من محافظة نابلس، وعلى نفس النمط مكملين. جاهزين؟ السؤال الخامس، قرار تقسيم فلسطين يشمل دولة يهودية ودولة عربية، أو دولة عربية ودولة يهودية ونظام دولي خاص بالقدس، أو دولة يهودية ودولة إسلامية ودولة مسيحية، أو نظام دولي خاص للقدس ودولة يهودية. رقم 2. إجابة رقم 2. خلينا نشوف مع بعض السؤال الخامس، نشوف الإجابة. إجابة صحيحة، وفعلا يعني هذا القرار الذي كان يدعو إلى اتحاد اقتصادي بين الدولتين. مش ضايل أمامنا إلا السؤال السادس والسابع والثامن. كيف أعصابكم؟ بدنا شوية كمان تشجيع، لأنه إحنا هلأ في آخر 3 أسئلة، يعني خلصنا النصف الأول وهلأ داخلين في النصف الثاني، أو أكثر من النصف الثاني فعليا، وهلأ بدنا نركز أكثر لأنه الأسئلة شوي شوي صار بدها تركيز. خلينا نشوف ونبلش في السؤال السادس، مجزرة قبية ارتكبتها القوات الإسرائيلية بقيادة الضابط أرئيل شارون، استشهد فيها 69 فلسطينياً وتم تدمير 33 منزلاً في العام 1967، أو استشهد فيها 69 فلسطينياً وتم تدمير 45 منزلاً في العام 1953، أو استشهد فيها 200 فلسطيني وتم تدمير 55 منزل في العام 1956، أو استشهد فيها 455 فلسطينياً وتم تدمير 66 منزل في العام 1955. الإجابة رقم 2، استشهد فيها 69 فلسطينياً وتم تدمير 45 منزلاً في العام 1953. خلينا نشوف الإجابة، يعني فعلاً إجابة صحيحة، ولكن يعني هذه الإجابة تذكرنا يعني بمأساة الفلسطينيين، يعني وبهذه المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقنا، واستشهد فيها 69 فلسطينيا وتم تدمير 45 منزل في عام 1953. إجابة صحيحة، 30 علامة المجموع، ممتاز. قصرة ثانوية للبنات جنوب نابلس، جاهزين؟ حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي كنيسة المهد أثناء الانتفاضة الثانية، متى؟ في شتاء 2002 وانتهى الحصار باستشهاد 8 فلسطينيين وترحيل 15 فلسطيني إلى أوروبا، أو في صيف 2002 وانتهى الحصار باستشهاد 12 فلسطيني وترحيل 14 فلسطيني إلى أوروبا،
أو في ربيع 2004 وانتهى الحصار باستشهاد 8 فلسطينيين وترحيل 13 فلسطيني إلى أوروبا، أو في ربيع 2002 وانتهى الحصار باستشهاد 8 فلسطينيين وترحيل 13 فلسطينيا إلى أوروبا. نركز، تحتاج لدقة. الإجابة رقم 4. الإجابة رقم 4. أكدنا على الإجابة رقم 4 للسؤال السادس، وإجابة صحيحة. فعلا إجابة صحيحة، يعني صار هلأ مجموع العلامات 25 علامة. هلأ الدور عندكم. الحاجة رشدة المصري الثانوية للبنات، والسؤال السادس. السؤال السادس بقول: مجزرة الحرم الإبراهيمي راح ضحيتها 29 مصليا وجرح 150 آخرين نفذها المستعمر الإسرائيلي. باروخ جولدشتاين خلال صلاة الفجر في رمضان عام 1994، أو باروخ جولدشتاين خلال صلاة الجمعة في رمضان عام 1992، أو موشي ليفنجر خلال صلاة العشاء في رمضان عام 1989، أو موشي ليفنجر خلال صلاة الفجر في رمضان عام 1994. الإجابة رقم 1. إجابة رقم 1 وإجابة صحيحة. صحيح، يعني يشير بالذكر مشاهدينا، يعني دعونا يعني نتحدث أكثر يعني عن هذه المجزرة. يعني على إثر ذلك اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 904 في عام 1994 في 25 من شباط في عام 1994، والذي أدان فيه المجزرة، ودعا إسرائيل قوة الاحتلال إلى أن تستمر في تنفيذ الإجراءات بما في ذلك مصادرة الأسلحة. ننتقل الآن إلى السؤال السابع. أمامنا سؤالين، السابع والثامن. جاهزين؟ بنات جنصفوت الثانوية من قلقيلية، وخلينا نعرض السؤال. معرض اغتيال من المعارض التي نظمت في متحف ياسر عرفات، ويسلط هذا المعرض الضوء على الشهداء من مثقفي الثورة الفلسطينية. إجابة صحيحة أم خاطئة؟ إيش الإجابة؟ صحيحة أم خاطئة؟ لا الجواب نفسه. الشهداء من مثقفي الثورة الفلسطينية. صحيحة. خلينا نشوف إذا كانت إجابتكم أو الإجابة أنتوا اخترتوا إنها صحيحة. وفعلا إجابة صحيحة. قصر الثانوية للبنات على نفس النمط، رح نعطيكم إجابة ورح تحكوا لنا إن كانت صحيحة أو خاطئة. افتتح في متحف ياسر عرفات العام 2019 معرض للإمرأة الفلسطينية تقديراً لها وتعزيزاً لدورها في الحياة الفلسطينية، وكان اسمه حارسة نارنا الدائمة. هل هي إجابة صحيحة أم خاطئة؟ ركزوا منيح. الإجابة بس. هل كانت الإجابة حارسة نارنا الدائمة إجابة صحيحة أم خاطئة؟ إجابة صحيحة. متأكدين؟ خلينا نشوف. وفعلا كمان إجابة صحيحة. معرض انتفاضة من المعارض التي تم عرضها في متحف ياسر عرفات في العام 2017 للمصور الفوتوغرافي كيث دانميلر، عرضت خلاله مجموعة من الصور عن الانتفاضة الأولى. إجابة خاطئة أم إجابة صحيحة؟ إجابة صحيحة. واخترت بأنها إجابة صحيحة. نشوف مع بعض. وفعلا إجابة صحيحة، يعني هذا السؤال أجا لحظكم.
مشاهدينا، قبل ما نروح للسؤال الأخير، طبعاً إحنا بنعرف إنه المسابقة هي مكونة من 8 أسئلة، وصلنا للسؤال الثامن، بس قبل ما نروح للصبايا خلينا نرجع نعطيهم كمان نفس، وهلأ نفحص إجابة الحضور. السؤال كان موجه لإلهم. السؤال كان: ولد في مدينة الرملة قائد وطني من مؤسسي حركة فتح وواحد من أهم قادتها وجناحها المسلح، كان نائباً للقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية. أعطينا 4 خيارات، الخيارات كانوا كمال ناصر، خليل الوزير، وليد نمر، صلاح خلف. الإجابة الصحيحة كانت خليل الوزير. وهلأ خلينا نعلن لكم عن اسم الفائز من الحضور. ألف مبروك للأستاذ محمد إسماعيل محمد الحسن، ألف ألف مبروك، أنت الفائز معنا يعني في أولى الحلقات من مسابقة المعرفة الوطنية للموسم السادس، وفزت معنا بجائزة قيمة، وهذه الجائزة هي سمارت ووتش من نوع MI. ألف مبروك لك أستاذ محمد، وهلأ خلينا نتمنى التوفيق للصبايا في آخر سؤال، السؤال الثامن. كمان زقفة لهم وتشجيع. السؤال الثامن، صبايا بنات جنصفوت الثانوية من قلقيلية، كل الأسئلة ما شاء الله أجبتوا عليها إجابة كاملة، مجموع علاماتكم 35 علامة. هذا السؤال إذا صار في تعادل ما بينكم وما بين الصبايا وما كان في عندكم إجابة صحيحة، رح نضطر نروح لأسئلة إضافية، ولكن إذا حصلتوا على الإجابة وحصلتوا على 5 علامات وكانت إجابتكم صحيحة، فبالتالي أنتوا اللي بتكونوا فائزين معنا، ولكن رح تسمحوا لنا نكمل، وكمان نعطي الفرصة لكل من المدارس من زملائكم والصبايا كمان لأنهم يجاوبوا، لأنه الهدف الأساسي في هذه المسابقة مثل ما حكينا مشاهدينا هي تنمية المعرفة الثقافية والوطنية لأجيالنا من الصف العاشر تحديدا من المدارس المؤهلة اللي شاركوا معنا في مسابقة المعرفة الوطنية. نبلش والسؤال الثامن لمدرسة بنات جنصفوت الثانوية. رح أعطيكم سؤال الإجابة من عندكم، ما في خيارات. السؤال بيقول: التصميم الهندسي لمتحف ياسر عرفات وضعه المهندس الفلسطيني البارز، من هو المهندس؟ جعفر توقان. جعفر توقان، متأكدين؟ خلينا نشوف الإجابة، وفعلاً إجابة صحيحة. ألف مبروك لبنات جنصفوت الثانوية من قلقيلية، يعني 8 إجابات صحيحة ومجموع 40 علامة. ألف مبروك لكم، يعني الفوز في أولى الحلقات من الموسم السادس. خليكم مكانكم، خلينا نرجع نعطي هيك كمان تشجيع للمدارس اللي معنا. شكرا انكم كنتوا حاضرين معنا، انتوا كمان من المدارس المؤهله اللي وصلتوا لهي النتيجه ووصلتوا لهون، فاحنا كمان فخورين فيكم وبنرحب فيكم دائما. ومع هيك بدنا نكمل كمان الاسئله، هون هي روح المنافسه هاي الحلوه اللي احنا جايين كلنا نتعرف على بعض، نختبر معلوماتنا بطريقه فيها شفافيه، ولكن الحظ دائما بيكون مع الادق والاسرع، ولكن ما شاء الله عنكم كلكم محضرين، كلكم دارسين منيح، وكلكم كمان فاهمين وواعيين لهذه المعلومات والقضية الفلسطينية. زقفة أخيرة وكمان خلينا نروح للأسئلة. بنات قصرة الثانوية، خلينا نشوف. في عام كذا بدأت الأعمال الإنشائية لمتحف ياسر عرفات فعلياً، عام كذا، ووضع حجر الأساس. بأي عام بدأت الأعمال الإنشائية ومتى وضع حجر؟ أي عام؟ عام 2008. عام 2008، متأكدين؟ الإجابة الصحيحة هي عام 2010، ووضع حجر الأساس الرئيس محمود عباس. بسيطة، شكراً لكم.
أهلا وسهلا فيكم في مسابقة المعرفة الوطنية، والآن إلى الحاجة رشدة المصري الثانوية للبنات من محافظة نابلس، وعلى نفس النمط مكملين. تم افتتاح متحف ياسر عرفات بشكل رسمي للزوار بتاريخ بدنا اليوم والشهر والسنة. متى تم افتتاح متحف ياسر عرفات بشكل رسمي أمام الزوار؟ شو الإجابة برأيكم؟ معنا 20 ثانية نركز. 10/4/2016. الإجابة الصحيحة هي كانت بشهر نوفمبر عام 2016 للأسف. يعطيكم العافية، شكراً لكم، ألف مبروك لبنات جنصفوت الثانوية من قلقيلية، حظ أوفر لقصرى الثانوية للبنات جنوب نابلس والحاجة رشدة المصري الثانوية للبنات من محافظة نابلس. انبسطنا بهاي الجولة معكم في المسابقة والحلقة الأولى من الموسم السادس، وتأهلوا معنا بنات جنصفوت الثانوية من قلقيلية إن شاء الله للمنتصف النهائي من المسابقة. كل الشكر لكم، كل الشكر للحضور ومشاهدينا، يعني بفوز بنات جنصفوت الثانوية من قلقيلية بنختم حلقتنا الأولى من الموسم السادس من مسابقة المعرفة الوطنية، ولنا لقاء إن شاء الله في الحلقة الثانية من الموسم السادس. كونوا معنا على الموعد، إلى اللقاء.